ها نحن الآن في كنيسة مار قرقيس، فرقة التاسعة جيش العراقي، وعداد حمان سالنينا و ام بيو ابناء بغداد الابطال مع الجيش العراقي فرقة التاسعة. هذا حاج رسول، هاي الكنيسة، هذا البروج، هذا البروج، موقعين الناقوس. هاي الكنيسة طبيتوا له انتم منها؟ عبوات شي راح يكون بها. نحن الان بيو وحدات حماس سنين ومع الفرقه التاسعه المدرعه. شنو موجود جوا؟ شنو؟ في كنيسه مار قرقيس. هذا التراث، هذا تراث، تراث هذا. لا كانوا يقعدون هنا، كانوا يتزوجون. هاي الكنيسة. جاتك جاتك حجي. سوينها معمل مع التفخير. عليكم السلام. بها معمل؟ من داخل الكنيسة مار قرقيس. هاي صواريخ، هاي صاروخ كاتيوشا، هاي عبوات صواريخ مالتهن مال داعش داخل الكنيسة مال كاتيوشا داخل كنيسة مار قرقيس. تعال تعال شوف المعمل. حجي تعال علاوي، تعال علاوي، تعال معمل تفكيك. ايه تفكيك، هذا معمل تفكيك، ليس معمل تفكيك، هذا معمل مال تفخير. الان فرقه التاسعة المدرعه الهندسه جاي يعالجون معاهم ام بي يو اعداد حماد سالمين ام بي يو فرقه التاسعه حجي رسول مدرعه. شوفوا هاي قاعة مال الكنيسة، هاي قاعدة مال الصواريخ مالتهم. حمدانية، حمدانية معمل كامل مال الصواريخ. شوفه كله كاتيوشا جوا. 14 ونص. هاي كلها صواريخ معمل مال التفخيخ. هذا معمل التفخيخ مسيطر عليه والحمد لله. راح يرجعون الهندسة سالمين. هم الأبطال جيش العراق الفرقة التاسعة والأبطال. والفيديو يقوم لا مطلع على ما سالينا. بارك الله بي. ها مع التفخير. أشوف. والله عبد زكي. هاي أقولك هاي دسيري شلون؟ فرقة التاسعة فوج الثالث أعداد حماس علينا وان بيو أبطال أبناء بغداد من كنيسة مار قرقيس مسوينها جماعة معمل مع التفخير. ويات الآن نحن مع الفرقة التاسعة داخل كنيسة مار قرقيس. الآن فوج الثالث، فوج الثالث 36 فرقة التاسعة، فرقة التاسعة المدرعة. عليك هاي سيدي، سيدي